umbilical bonds before, and you know that it's very important in our lives. سواء يعني هي أهمية الأواصر الكيميائية بحياتنا سواء كانت باللي داير مدايرنا بالمواد المصنعة بالأشياء الطبيعية الموجودة وبالبيولوجيكال سيستم مالتنا. So كل حياتنا هي عبارة عن molecular interactions. حياتنا إحنا كبشر كبيولوجيكال سيستم أيضا it's a molecular interactions. It's مكوئي لازم. Okay. So the biological processes are the result of molecular interactions. Yes, because like I said, everything is the result of molecular interactions. But if we put it in another word, يعني نغير نحكيها بطريقة أخرى نقول the chemistry that happens between the atoms and molecules to produce certain structure with unique chemical and physical properties هي أيضا molecular interactions. So إذن هاي البيولوجيكال processes ممكن نقول عليها result of molecular interactions or نقول هو the chemistry that happens between atoms and molecules to produce certain structure with unique chemical and physical properties يعني التفاعلات الكيميائية التي تحدث بين الذرات والجزيئات حتى تعطينا فد تركيب معين بخواص كيميائية وفيزيائية خاصة به. حتى نوصل للبايوكيمستري شنو نقول؟ البايوكيمستري هي الكيمياء التي تحدث في داخل جسمنا يعني في our living system. So it's the chemistry that takes place in the living system. But if we want to understand the biochemistry, we need to know what chemical bonding is and what types of chemical bonds exist. إذا ردنا نعرف نفتهم البايوكيمستري أول شيء نبدي بيه لازم نعرف شنو هي الأواصر الكيميائية وما هي الأنواع اللي موجودة وما هي أهميتها بحياتنا. هذه الصورة اللي موجودة تشوفون هي تبين شقد ببساطة بأبسط طريقة أهمية الأواصر الكيميائية. صوديوم ميتال هنا هذا عبارة عن ميتال شوفوا يعني جاف يعني قصدي قطعة صلبة قوية وقد يكون سام. كلورين غاز أيضا هذا سامعين أنتم بالكلورين غاز لما يردون يسوون اسم الله تيرورزم إذا استخدموه الكلورين غاز لكن إذا تفاعلوا هذول الاثنين مع بعض راح ينتجون التيبل سولت يعني الملح اللي إحنا حياتنا هسه ما نقدر نستغني عنه. فهذا مثال بسيط جدا على أهمية التفاعلات الكيميائية والكيميكال بوندز بالذات. So why are we going to study the chemical bonds? مثل ما قلنا because they are very important in our life system, in our biological system and in our lives in general. مثل ما قلنا هسه الملح نتيجة chemical bonds between two atoms. So a good example of the two compounds which have the same formula. هسه احنا راح نعطيكم example على الكيميكال بونز شلون انه البونز طريقة التكوين الأواصر تأثر على البروبرتيز وعلى الاسم وعلى كل الخواص الفيزيائية والكيميائية للمركب. فإذا تذكرون احنا درسنا الكحولات درسنا الإيثانول C2H6O بس C2H6O نفس الفورمولا نفس هذا الرقم من الكربون نفس العدد من الهيدروجين نفس العدد من الأكسجين we have مركب آخر okay what is it it's called dimethyl ether so بنفس المركب نفس العفو نفس الorganic formula C2H6O we have ethanol and we have dimethyl ether. They are both chemically and physically different. So their properties are different, and that's because of the type of chemical bonding they are they have. So إذا تشوفون هنا الكحول, الإيثانول هو كحول, OH group صايرة بالطرف, والعدد مثل ما قلنا هو نفس العدد بالنسبة لهذا هو يسموه إيثر, وهنا ماكو OH أكسجين واحدة صايرة بين الكربونات الاثنين هذا أدى إلى تغيير properties to different chemical different properties chemically and physically. So there are many types of bonds. There are strong bonds and there are weak bonds
and this is هذا الشارت عجبني كلش شفته كلش حلو and they يختصر الكيميكال بونز قدامكم. We have in the strong bonds we have ionic bonds الأثر الأيونية. We have covalent bonds اللي هي الأثر التساهمية. And من ضمن الأثر التساهمية أقول coordinate bonds الأثر التناسقية والmetallic bonds. أما بالweak bonds فعندنا hydrogen bonds والvan der Waals interaction. طبعا الفان دير فالز انتراكشن هو نوع من القوى التي تربط بين الخلايا، مو بالضبط هي آسرة لكنها قوى مهمة بدراستنا، وهي تجي من ضمن يعني شو نقول صفاتها تشبه صفات الخلايا. الخلايا شنو وين رحنا؟ الجزيئات العفو، صفاتها تشبه صفات البونز بين الجزيئات لكن هي عبارة عن قوى، هم راح ندرس عنها شوية بإذن الله. نبدي بأهم اثنين، يعني هي طبعا عندك الأيونيك بوند والكوفيلنت بوند، هم دول الاثنين الكبار المعروفات والبقية تجي من ضمنها. So what is ionic bond? The ionic bond is the bond formed from complete transfer of valence electrons between two atoms. يعني الآثرة الأيونية طبعاً أنتوا أنا متأكدة كلها هذه ما أخذيها أظن بالثانوية، ولذلك أنا يعني إن شاء الله فرحانة أنه راح تفهموها. هي الآثرة اللي تتكون بانتقال كامل إلكترون بين الذرتين. So عندنا ذرة معانا الكترون زايد الفالنس، طبعا كتبت لكم تعريف الفالنس الكترون حتى تكونون بالصوره. الفالنس الكترون هو الالكترون اللي بالغلاف الخارجي. So they are the electrons in outer shell of an atom that is responsible for the chemical properties. طبعا الالكترون اللي بالغلاف الاخير بالذره، تدرون انتم الكترون واحد او اكثر هي اللي مسؤوله عن الكيميكال بروبرتيز مال هذه الذره. هو اللي راح ينطيها خبره، هل ينطينا فكره هل هذه الذره تريد تنطي الكترون، هل تريد تاخذ الكترون، تريد تنطي اثنين، تريد تاخذ اكثر، وهكذا. فايونيك بوند اذا عندنا ذره هذا المواد وهذا الغلاف الخارجي، خلينا نقول كذا، وبعد هذا مثلا زايد وذره اخرى عندها نقص تحتاج هذا الالكترون، هاي تنطي لها، وبالتالي الوحده منهم تصير بوزيتيف والاخرى تصير نيجاتيف. So atoms involved in ionic bonds they either lose electrons and become cations or they gain electrons to become anions. Once those electrons are fully transferred then both atoms are charged. وبتي حاله اذا احنا بالآثرة الايونيه عندنا الاتومز تكون عليها charge، عليها charge شنو بالعربي؟ يعني زائد أو موجب، تكون عليها شحنة، العفو مشحونة تكون. Once this happens, the electrostatic forces that hold the atoms together are called ionic bonds. هسه لما إحنا صار بيناتهم انتقال لهذا الإلكترون، لا تقاربوا بحيث هاي انطت لهاي إلكترون، هاي صارت نيجاتيف، هاي صارت بوزيتيف، إيش صار بيناتهم؟ صار تجاذب كهربائي. هذا التجاذب الكهربائي هو اللي يسموه العاصرة الأيونية. مثال على الأيونيك بوند راح ندرس إحنا في مثال أو مثالين، وحتى تتعلموها حتى تتذكرون الأوربيتالات. أكيد أنتوا درستوا بالثانوية الأوربيتالات. راح ناخذ الصوديوم كلورايد اللي هو حكينا عنه ملح الطعام. الصوديوم أتوميك نمبر ماله شقد؟ 11. إذن الإلكترونيك كونفيجريشن يعني الأوربيتالات 1s2 2s2 2p6 and 3s1، هاي الأوربيتالات اللي مثل ما قلت لكم أكيد تتذكروها، كنا نرسمها على شكل مربعات، بعد ما أعرف أنتم يجوز تغيرت على وقتكم كنت ترسموها. 1s2 هذا باثنين، واحد عكس الأخ إلكترونين، 2s2 أيضا إلكترونين، والأوربيتال P لازم يبي ثلاث يعني يشمل ثلاث اوربيتالات، والملي ب 6 سرفايف، بما انه هي عندها 11 فست موجودات كاملات، وبعدين عندها واحد بالاس. اوكي، اذا ايش تحتاج
sodium. Here, the sodium has one extra electron, and this extra electron is making it unstable. طبعاً all atoms want to become stable. They want to be reach the stability of the nearest noble gas. يعني شنو؟ يعني كل ذرة من ذرات الجدول الدوري عندها أما نقص أو زيادة تريد تفقد أو تريد تكتسب. ليش؟ حتى توصل إلى استقرار الغازات النبيلة المقاربة لها. أقرب نوبل غاز إلى منه مثلا بالنسبة للصوديوم أقرب غاز نبيل إليه هو النيون. فالصوديوم إذا يفقد ألكترون راح يستقر ويصير باستقراره as stable as the neon gas, and then it will become Na plus. So it has a positive charge. Okay. So when it loses an electron, it will have a positive charge. On the other hand, the chloride has 17. The atomic number is 17. تذكرون طبعا atomic number equals what? Of electrons of protons. هذا يعني اكيد كلكم تذكرون انه بالنواة اكو بروتونز واكو نيوترونز وبرا اكو الكترونز وعدد الالكترونز مساوي لعدد البروتونز وعدد النيوترونز هو الفرق بينهم وعدد البروتونز والالكترونز هو عدد الاتوميك نمبر. So atomic number is 17. It means chlorine or chloride has 17 electrons in the outer shells. شلون هذه مقسمة؟ ايضا مثل ما صار بالصوديوم راح يكون 1s2 و2s2 2p6. Okay. 2 4 6 8 10 ايش قد بقانا من ال 17 بقى 7 اذا عندنا 3s2 قد بقى 5 وعندنا 3p5 يعني الاوربيتال بي بي 5 اذا هو عنده نقص الكترون يحتاج يعني يكتسب هذا الالكترون حتى يستقر. اذا chloride needs to gain one electron to reach the stability of the nearest noble gas which is argon, and then it will be negative. Okay. So الصوديوم فقدت هذا الالكترون هذا الصوديوم ومن هنا الكلورايد نسبت هذا الالكترون صار عندنا صار اكو صار نيجاتيف تشارج وصار بوزيتيف تشارج هنا اذا صار اكو قلنا ايش سميناها بس حتى منحكيها غلط تكون electrostatic forces. اوكي سو صار عندنا electrostatic forces اللي راح تخلي الذره الجزيئه تبقى متماسكه. هذا انا اللي رسمت لكم اياه مخربط هذا هسه في الرسم مرتب حتى تفتهمون. نقول once the electron transfer happens between sodium and chloride the result is sodium chloride salt. هذا عندكم الصوديوم وهذا عنده عنده واحد الكترون زايد بالاوتر شيل وهنا الكلورايد عنده واحد الكترون ناقص فهذا ينتقل من الصوديوم الى الكلورايد. صوديوم becomes positively charged, chloride becomes negatively charged, electrostatic forces bring them together and NaCl. Okay, I think it's a good example. طبعا كل عصر من هذه العواصر لها الصفات مالتها او مال الكومباوند اللي بهذه العصر. So what are the characteristics of ionic bonds?
طبعا يعني ما جبت لكم كل الكاركترستكس، اختاريت كم وحده اللي هي ممكن تكون مهمه بحياتنا. مثلا بالفيزيكال ستيت، because there is an electrostatic force between the anions and the cations. طبعا منو الانيون ومنو الكاتيون راح تعرفون، اللي واحد فقد وواحد اكتسب. الايونيك بوندز ار crystalline solid، فاذا معظم الايونيك كومباوندز ار crystalline solid at room. ليش؟ لان قلنا اكو عندنا انيون وكاتيون، اكو عندنا موجب وسالب، وواحد راح ينجذب للاخر راح يصير بيناتهم الكتروستاتيك فورسز. سو معظم الاحيان هو يكون متراص متقارب كلش بسبب القوه هاي الكهربائيه، وبالتالي يكون صلب. الكتريكال كوندكتيفيتي فيزيكال ستيت يكون صلب اكثر الاحيان، بس طبعا اتروم تمبرتشر لان هو ممكن يذاب. Electrical conductivity, احنا هنا because it's in a solid state at room temperature, then the ions have no space to move. الايونات مترابطة مع بعضها مثل ما قلنا متراصة، فإذا حركتها صعبة. They cannot move freely and therefore ionic compounds do not conduct electricity. واحنا هنا شنو الربط بين الحركة الحرة والكهرباء؟ تعرفون انتو أن الكهرباء هو عبارة عن انتقال الإلكترونات خلال الأسلاك، أو انتقال الإلكترونات بين مادتين بحيث يصير كهربائية. So because it's solid at room temperature, those ions cannot move freely and therefore they are bad conductors. They don't conduct. لكن however they start to conduct electricity in both molten aqueous state. يعني في حالة الإذابة، الإذابة يكون ميوعة تميع بي أو سائلة تكون تبدي توصل للكهربائية، بس بالحالة الطبيعية at room temperature اللي تكون هي صلبة no conductivity. الmelting point راح تتأثر أيضا بالionic bonds because of the also strong electrostatic forces. This holds the ions tightly together. The ions will not be able to move. So the energy needed to break down these bonds is very high, which means the melting point is going to be high. درجة نقطة الذوبان أو يعني ذوبانها راح يكون عالي، درجة الذوبان تكون عالية لأنه electrostatic forces راح مثل ما قلنا تجمع الذرات together. Which means the breakdown مالتها راح يحتاج طاقة أعلى. Solubility, they are only soluble in polar solvents and their actions are instant and fast, rapid, سريعة. ننتقل للcovalent bond. والcovalent bonds هي أهم واحدة عندنا بالنسبة للبيولوجيكال سيستم مالتنا، لأن هي تقريبا هسه تشوفون هوايه من المركبات اللي موجوده بالبيولوجيكال سيستم مالتنا هي عن طريق الكوفيننت بوندز مرتبطه. I call it the sharing bond. يعني قلت اسميها the sharing bond ليش؟ لانه atoms share unpaired valence electrons to reach the stability of the nearest noble gas in the periodic table. So we have two atoms and they have unpaired electrons. يعني واحدة عندها منا زايد واحد، واحدة عندها منا أنا نقص، أوبس، واحدة عندها نقص. They share those electrons together in order to be stable. حتى يكونون مستقرين مثل ما قلنا. Why do they want to be stable؟ يعني على أي أساس يقررون الاستابيليتي؟ They want to be as stable as the nearest gas in the periodic table. So in other words, when two unstable atoms come close to each other, they can share the free unpaired valence electrons, and this will result that the same electron pair is in the outer shells of both atoms. اللي راح يصير هنا الفرق بين هذا الطريقة بالبوند وطريقة الايونيك. الايونيك بوند هو انتقال تام. So it is a total transfer of electron from one atom to another. بينما هنا يقول لك لا، ليش اعطيك اياها كلها؟ خلينا نتشارك، تعال يابا، انت محتاج فلوس وانا محتاج فلوس، انا عندي خمسه وانت عندك خمسه، خلينا نطلع ونشتري بها سوى ونشترك بها. سو ان هذه الاتوم راح تقترب من الاتوم الاخ، الشيلز الاوتر شيلز يتداخلون
وهنا اكو electrons راح تصير مشتركة، وبالتالي the two electrons will be available in both outer shells of the both of the cells of the both atoms العفو. So this means both atoms have a completely filled valence shell electronic configuration, and that leads to the stability of both atoms. فإذن هي sharing bonds. المثال عليها الهيدروجين مولكيول. Hydrogen molecule is H2. Okay. It's formed by two hydrogen atoms sharing an electron. الهيدروجين شنو مات ال شو اسمه الاتوميك نمبر واحد صح؟ So 1s1 means it has only one electron. فالهيدروجين هاي الكترون واحد غلاف البراني، وها هي تجي الهيدروجين الثانية هم عندها الكترون واحد، عفوا هم عندها الكترون what happened here الكترون واحد، حتى اثنين هم يستقرون they both need to gain an electron. ماكو مو مثلا واحدة تحتاج تخسر واللقاء تحتاج تنطي، اثنين هم يحتاجون الالكترون. فبهيك حالة they will come close together, they come close together and they share the two electrons and then they become stable, stable and they have a molecule with which is called the covalent bond. الاكزامبل اللي رسمته مخربط ولا عواصم ما ادري شلون يعني رسمي، هذا هو قدامكم ارتب هيدروجين اتوم one valence electron and the hydrogen atom with another valence with one also a valence electron. They will share the electrons and then we get the hydrogen molecule which is H2 and this is a covalent bond. Okay. العفو. Another example is the chlorine molecule. تذكرون قلنا الchlorine chlor عنده 17 الكترون بال outer shell بالshells مالته. فبالتالي chlorine the electronic configuration هذا همينا قلنا. وش قلنا هذا بآخر واحد إيش يحتاج الكلور؟ سوري أنا يعني مدى هاي ما عرفت أرسم. أوبس. شو أمسحها؟ ولا خلي ولي هذا هذا اللي صار رسمناه ال 3 5 بيشكد ب 1 3 4 5. So each chlorine atom needs one electron. ماكو وحده من تقدر تطي للخه وهي هم تستقر، مو مثل ما ويا الصوديوم. So what happens, both atoms need one electron to be stable and achieved by sharing the pair of electrons. Once sharing the electrons is once the sharing of electrons is achieved, this is called a covalent bond. راح تجي هنا الكترونز تركناتهم وتصير covalent bond. And also رسمت جبت لكم الرسم الحلو هذا اللي يبين how many how the ال covalent bond was established. Chloride atom, one chloride atom, زائد another chloride atom, واحد زائد نقص قصدي العفو. عندها واحد نقص فاللي يسووه انه يشتركون بهذول الاثنين ويصير تصير عندنا العاصرة التساهمية or the covalent bond. هسه نجي على الكيمياء العضوية، وتذكرون احنا قلنا الكيمياء العضوية بها مركبات كثيرة ومن ضمنها مركبات داخلنا، فجبت لكم هذا الـ هذا اوبس هذا النموذج اللي هو الميثان. الميثان هو CH4 and اذا تذكرون احنا هاي رسمنا H and we all know that carbon needs four bonds to be stable. الكربون الاتوميك نمبر مالته 6. So electronic configuration is 1s2, 2s2 and 2p2. لازم افرح حتى اقدر ارسم هذا راح شلون حرسمه 1s2 2s2 and 2p2.
6. So what it will need, what happens is يصير hybridization وما ادري شنو ما ادري انتم هذا ماخذينه ولا ما دخلت لكم بي. يصير يسموه hybridization، ينتقل هذا الالكترون الى هنا، فيصير ال 2s2b1 وتصير ال p بها 3 بدل 2. 1 2. And this means it carbon needs 1 2 3 4. راح يحتاج 4 electrons to be stable. 4 electrons يحتاج. Okay. زين الحين يجيبها هاي ال 4 electrons، راح يجيبها بأن يسوي عصرة تساهمية مع الهيدروجين. And this will happen. This will be to achieve. Sorry. This happens to achieve the stability, and then we will have the CH4 molecule. So carbon atom, عندها ناقص الكربون اتوم 4 electrons, not needs 4 electrons. هنا الهيدروجين اتوم كل وحدة تحتاج 1 electron. فنحتاج 4 اتومز على نسوي شيرنج. وشوفوا هنا النقطه الخضراء هو الالكترون مال الهيدروجين، والنقطه الحمراء هم الالكترونز مال الكربون. And we got the covalent bond bonded من 1 CH4 اللي هو الميثيل. I hope that was very very clear. The characteristics of covalent compounds. نجي على physical state. Covalent compounds مو مثل ionic compounds، مو إلا تكون صلبة، ممكن تكون gases, liquids and solids. They because هنا الelectrical conductivity راح تكون absent. ما كلش يكونون very bad conductors. Why؟ إحنا because there is no electrical charge, electronic charge. تذكرون احنا هم covalent compounds، يعني ال atoms they were not charged. They shared the electrons and they became stable without the need of being charged. ولذلك they are bad conductors. And melting points, it is a very low melting point. Most covalent compounds have low melting point. ما عدا الدايموند والسيليكون. And they can be soluble in nonpolar solvents. High bonds for the solubility, and their reactions are slow. ننتقل إلى نوع آخر من ال bonds اللي هي ال coordinate covalent bond. ومثل ما قلنا ال coordinate تذكروها بأخذها بالثانوية، التناسقية، العاصرة التناسقية. It is a type of covalent bond, but it's a little bit different. فرقها شنو؟ In the formation of normal covalent bonds, إيش راح يصير؟ Each of the two bonded atoms they contribute one electron and form the bond. يعني بال covalent bond العادية إيش عندنا؟ عندنا هاي ذرة عندها إلكترون، هاي ذرة عندها إلكترون، يجون يتفقون مع بعض ويشاركوا. So each of the two atoms contribute one electron. كل واحد يعطي الكترون، ماكو واحد ياخذ وواحد يعطي، واحد ما يعطي ما يعطي، قصدي ماكو واحد ينطي والاخر لا. But in some compounds the two shared electrons come from the same atom and this is called coordinate covalent bond. العصرة التناسقية انه هي تساهمية، لكن اكو ذرة انا اليوم ما عندي هاي ال 5000. تتذكرون قلنا انت عندك 5 وانا عندي 5 ونطلع نشتري بها الاشياء كلها ونتقاسمها. اليوم أنا ما عندي 5000 بس أنا محتاجة، وأنا يمك جريت نسوي نريد نتشارك، فرح أنت تعطيني من عندك 10، تجيبين 10 ونروح نتقاسمها. فبيجي حالة the two shared electrons come from the same atom. هاي هي العصرة التناسقية. And the atom which provides the pair of electrons is going to be called the donor atom، المتبرعة. And the other atom which accepts the electron is going to be called the acceptor atom.
فهذه هيك حاله لازم يعني تعرفون شنو يعني دونر اتوم، من هي الدونر اتوم ومن هي الاكسبتر اكسبتر اتوم. How is the coordinate one represented? It is represented with an arrow that points from the donor atom to the acceptor atom. نجي على نوع آخر اللي هي عبارة عن forces. They are van der Waals forces, and they are the attraction of intermolecular forces, which means it's between molecules. Intermolecular يعني بين molecule. هي عبارة عن قوى attraction, قوى تجاذب بين الجزيئات. So polar molecules, احنا عندنا اذا نجي على الجزيئات البولر اللي قلنا هي ذات القطبية, all electrons are concentrated at one end of the molecule, and then what this end of the molecule is going to be negatively charged. فعندنا molecule, whatever type of molecule, راح يجون عندنا الالكترون كلها هنا بتصير negatively charged, صح؟ Then this side is going to be positive because there's no electrons here. كل الالكترون جت هنا صارت negative charge بهذه الجهة. What will happen? This negative charge will attract the positive end of the surrounding molecules. هو طبعا هو مو molecule واحدة, هو مو جزيئة واحدة فقط. المحلول او الـ environment بيها مجموعة كبيرة من المولكيولز حتى يتكون مركب عندنا. فهاي المولكيولز هي قطبية, هاي الوحدة القطبية راح تجذب الجزء الموجب من الثانية اللي تشبه, وايضا this one will also attract the positive side of the other one, وهكذا. This is a phenomenon called van der Waals forces attraction. هذه هي الـ van der Waals attraction, أنه بالmolecules القطبية all the electrons are in the same side, in one side, concentrated in one end, and then they will attract the positive side of the molecule next to it, and this one also will have negative charge that will attract the other one next to it. فتلتم الجزيئات واحدة يم اللوخ, وبالتالي راح يصير عندنا forces بيناتها اللي هي الموجب السالب ده يجذب الموجب وهكذا, and this is called van der Waals attraction. So if the molecules are polar, then the melting points شبيهة, they are raised because it takes more heat and energy to break the bond. أنا صار يشبه منه الايونيك بوند, لأن الايونيك بوند نفس الفكرة, أدي positive charge و negative charge, فالتجاذب بيناتهم قوي, راح يصير عندنا electrostatic forces راح تخلي ال melting points مالتها أو ال boiling points عالية. Same here with the polar molecules, عندنا تجاذب بين ال positive و negative, and this makes that this takes more heat or energy to break down the bond, which means the melting points are raised. فال melting points مالتها. لكن فرقهم شنو عن الايونيك والكوفالنت بوندينج؟ They are caused by differences in polarity between molecules. هنا الكوفالنت والايونيك بوندز, هذه interaction between two atoms عن طريق الالكترونز, واحدة تطي واحدة تاخذ, اثنين يتشاركون, لكن هذه الفورسز اللي هي الفان دير فالز, they are caused, شنو سببها؟ سببها الاختلاف في البولاريتي. So differences in polarity between molecules, كل ما كان البولاريتي اعلى كل ما كان يعني المركب بولاريتي مالته اقوى, كل ما الفان دير فالز اقوى. Still هي weak forces, لكن هي كويك فورسز تزداد قوتها حسب الديفرنسز بالبولاريتي. ان شاء الله يمكن هاي اخر وحده, هيدروجين بوندينج اللي هي كلش, لا بعدك وحده, هذني الثنين الجايات كلش مهمات في البيولوجيكال سيستم مالتنا. واذا تتذكرون حكينا على الهيدروجين بوندينج اللي كان موجود في الكحولات, وقلنا ينطي صفات معينه بسبب وجود هاي الهيدروجين بوندينج. So it is intermolecular bonding between hydrogen atoms that are bonded with a highly electronegative atom. فعندنا مركبات, تذكرون الكربون, كربون هاي دبل بوند وبعدين هنا OH. فهذا الهيدروجين وين؟ ويا من؟ ويا الO.
This is a highly electronegative atom. وتجي يمها اللخة همينها هيدروجين مرتبطة بأكسجين or maybe مرتبطة بفلورين or نيتروجين. This is also حتكون highly electronegative. راح يصير نوع من البوندينج يسمى هيدروجين بوندينج. So there are two types of hydrogen bonding. Aku intermolecular hydrogen bonding, aku intramolecular hydrogen bonding. And أنا شريت لكم خط جوا الانترا حتى تعرفون هاي فرق مو نفس الكلمة intramolecular وهنا intermolecular. So intermolecular hydrogen bonding, قلنا this is the hydrogen bonds that is formed between two different molecules. High molecule عندنا هنا مال whatever. Molecule whatever بها هنا نهايتها نيتروجين وأكسجين مثلا أو هيدروجين هنا أكو أكسجين وراء هيدروجين راح يصير هيدروجين بوندينج ما بين الخلايا العفو ما عنش بيه والخلايا سوري طبعا كل ساعة أقول خلايا لأن قبل شوية كنت أحضر بمحاضرة ما صف ثاني وبها خلايا بين المولكيولز أوكي الانترامولكيولر هيدروجين بوندينج This is the hydrogen bond formed between different atoms in the same molecule. يعني اكو هواي اتومز مختلفه وبيناتهم اكو هيدروجين بوند داخل المولكيول نفسها هذا انترا شغلنا على الانتر مولكيولر هيدروجين بوندينج This is stronger than van der Waals forces. Still it is a weak bond. Weak. ولكنها stronger than inter than van der Waals forces. The characteristics of hydrogen bonding. If you remember when we studied the alcohols, we said that the boiling point of the alcohols is higher than other hydrocarbons because of hydrogen bonding. So compounds with hydrogen bonding have higher boiling points than other hydrocarbons. تذكرون درسنا بالكحولات قلنا الcompounds اللي بيها hydrogen bonding تكون الboiling point مالتها أعلى مو فقلنا الكحولات هي boiling point مالتها أعلى من الماء أعلى من غير compounds اللي تكون ما بها hydrogen bonding and بالنسبة للsolubility الإذابة الالكوهولز اللي بها low molecular mass يعني تكون الصغيرة مو كبيرة كلش يعني مثلا إيثانول ميثانول هالسوالف they are soluble in water because they can form hydrogen bonding water شوفوا احنا ايش عندنا water يعني عندنا O هاي الأكسجين شنو هي هذه هاي الكترو نيجاتيف الكترو نيجاتيف اتوم مرتبطة بتو هيدروجينز إذا هذول الهيدروجينز they are able to make hydrogen bonds وفي الحقيقة هو المي همينة بي hydrogen bonding إذا جبنا كحول low molecular CH مثلا هذا CH3OH يعني الكحولات الصغيرة or C2H5OH this is low molecular mass then it can be soluble in water because it will make hydrogen bonding in water. Okay. Now to our last bonds. أنا طبعاً شوية المحاضرة لا تشوفوها طويلة بس أنا دا أحاول أحكي على كيف لأن شوية بيها شرح وأريدكم تفهموا زين ودا أحكي لكم إنجليش. So I hope that you don't see that it's long. It's not long, but I am talking very slow. So peptide bonds are the bonds that are formed between amino acids and protein molecules. وهذه البeptide bond هي من أهم البونز in our biological system because the proteins اللي تتكون في جسمنا اللي احنا عايشنا كله عليه هو عبارة عن peptide أو يسموه polypeptide. البروتينات هي عبارة عن polypeptides اللي هي 50 peptide bond فما فوق. So let's talk about proteins. أول مرة قلنا peptide bonds منهم are formed between amino acids and protein molecules. شنو الأمينو أسيدز وشنو protein molecules؟ The proteins are polypeptides synthesized in the ribosomes using special building blocks called amino acids. تذكرون من حكينا على الكربوكسيليك أسيدز
وجبنا بعض أنواع الكربوكسيليك أسيدز are called amino acids, and these amino acids are essential for our life because they are the building blocks of proteins, the ذكرون. So amino acids are covalently bonded together with a peptide bond. حتى يتكون البروتين يراد يجمع عندي مجموعة من الأمينو أسيدز ولازم ترتبط مع بعضها حتى يتكون عندي هذا البروتين. لكن شلون بتربط بعضها مع بعضها؟ تربط مع بعضها with a peptide bond. And each protein has its own unique sequence and number of amino acids. كل بروتين في جسمنا، كل أنواع البروتين الموجودة بالطبيعة في جسمنا هي لها its own unique sequence number and sequence and number of العدد، عدد الأمينو أسيدز والترتيب مالتها يكون خاص بهذا البروتين. إذا الأمينو أسيد الفلاني إجا عن يمين هذا صار هذا البروتين، إذا لا إجا غيره وجا هذا بعد اليسار صار غير بروتين. Okay, so each protein has its own unique sequence and number of amino acids, and these amino acids are covalently bound together with a peptide bond. Okay, so peptide bonds are a type of covalent bond. همينة مثل الكوفالنت بوند، نوع من أنواع الكوفالنت بوند، but it's called peptides لأنها راح تعرفون ليش، because it is a bond between the nitrogen and the carbon, nitrogen from one amino acid and the carbon from the other. هسه راح نحكيها. So amino acids قلنا are carboxylic acids with amino group. So هذا مثال على amino acid، هو عبارة عن carboxyl group وamino group. وطبعا هاي الR chain هاي ممكن تكون كربون واحدة، ممكن تكون ألف كربون، ما لنا علاقة. الR chain will define what is the name of the amino acid and what are the properties، لأنه تحدد كبرى وشنو اسمه ومينه، وممكن تكون حلقية وممكن تكون متفرعة وأشكال. وعندنا هنا أيضا هيدروجين، وذات ذا أمينو أسيد. وإذا تبوعون عليه هذا الأمينو أسيد راح تلقوه كايرال، تذكرون هاي الكربون الألفا كربون، هذه كايرال كربون. ليش كايرال؟ من يتذكر؟ كوز أحكي وياي ما يخالف حتى لو أنا مسجلتها بري. كايرال because this carbon is bound to four different groups. مو هيجي R carboxyl hydrogen and amino group. زين. So peptide bonds. What are the peptide bonds? The peptide bonds are the bonds that link an amino acid from its N-terminal. The N-terminal يسموه كل amino acid عنده two terminals، نهايتين. نهاية يسموها ال N-terminal. N-terminal. ونهاية اللي هي nitrogen terminal. ونهاية يسميها carbon أو C-terminal. هذا هنا نفس الشيء، هذا الامينو اسيد الثاني، هذه شنو هي؟ هذا سي تيرمينال وهذه الان تيرمينال. من يجون يرتبطون ببيبتايد بوند they lose up to an H2O molecule. هذا النيتروجين يخسر 2 هيدروجين و H، وهذا الكربون يخسر O. ايش راح يبقى عندنا؟ تبقى بس السي دبل بوند او، راح تجي البوند الرابعة مال الكربون ترتبط بالنيتروجين هنا وتصير عندنا بيبتايد بوند. ومنها بدوره هنا راح يجي another amino acid ايضا from the هنا يرتبط ويا هذا البيبتايد بوند وهكذا. So the peptide bonds are the bonds that link an amino acid from its N-terminal with the neighboring amino acid from its C terminal. يعني لازم يرتبط الN، جهة الN من هذا الأمينو أسيد ويا جيرانه، مثل الحائط اللي بيني وبين جيراني على اليمين، عاني حائط جيراني على اليمين، هذا الحائط هو سبيسيفيك مال هذول الجيران وهكذا. طبعا هذه بعد خلصت تقريبا محاضرتنا، بس دا أعطيكم شوية examples حتى أكثر يدخل بيناتكم. وأنواع البيبتايد bonds. هسه هذا ايضا another amino acid
شفت هنا هاي خسر مي، والسي دبل بوند او تبقى، والاكسجين سي او هذا الاو وحدها راح تطلع بالتفاعل، تيجي ترتبط بالتو هيدروجينز تنطينا H2O، and then the carbon from the C terminal will have a bond with the nitrogen from the N terminal, and this is a peptide bond. بعد more examples of peptide bonds، هذه هسه يعني أنا دارسم لكم إياها بطريقة مختلفة كل مرة حتى تشوفون الطرق المختلفة في رسم ال ال والله هو مشابه هذا المتر. أوكي هذه هنا هسه عندنا peptide bond، this is شوفوا هذا glycine right، هذا السيرين، هذا هسه سيرين، هذا امينو اسيد واحد، هذا امينو اسيد واحد، وهذا الثالث همينه امينو اسيد واحد ايضا. هنا سي تيرمينال، هاي هنا اكو كربون، جت ترتبطت بالان تيرمينال سي تيرمينال من الجلايسين، جت ترتبطت بالان تيرمينال من السيرين، and then السيرين سي تيرمينال من السيرين اجى ارتبط بالان تيرمينال من الفالين. تلاحظون صار عندنا peptide bonds، صار عندنا نوع من انواع البروتينز يعتمد على التسلسل، هو اللي يحدد شنو البروتين and شنو البروبرتيز مالته، وانواع طبعا مو بس التسلسل. هذه يسموه تترا بيبتايد كومباوند، اللي هو four types of amino acids together، so صار عندنا تترا بيبتايد. طبعا هو اكو داي بيبتايد واكو تراي بيبتايد وتترا بيبتايد، فهذا التترا بيبتايد شوفوا هسه الجرين هذا من هو العفو. Then the example هو valine, glycine, serine والانين. Right؟ ال green marked amino end مالت الفالين، وين الفالين؟ هذا الفالين ينتهي من هنا الكربون مرتبط ويا من؟ ويا ال glycine، هذا اللي هنا glycine، هسه هذا glycine الأخضر فالين. اجى السي تيرمينال ارتبط مالت الفالين ارتبط بالان تيرمينال مالت الجلايسين. اوكي نجي اجى هنا السي تيرمينال هذا مالت الجلايسين ارتبط بالان تيرمينال مال من؟ مال السيرين. تشوفون هذا الترتيب هياته، رجع السيرين وين اجى هنا؟ هذا السيرين اجى هنا السي تيرمينال ارتبط بالان تيرمينال مال الانانين، وصار عندنا تترا بيبتايد. هسه البروتين شو يسموه؟ ليش يسموه بولي بيبتايد؟ ما افتهمنا. بولي بيبتايدز is a chain of more than 50 amino acids. يعني من يصير اكثر من 50 امينو اسيد راح يسموه بولي بيبتايد. شوفوا هسه هاي همينه 1 2 3 4 ويكمل 5 6 يعبر ال 50 صار اسمه بولي بيبتايد. البيبتايد شنو هو؟ عباره عن the chain of amino acids اللي مرتبطه مع بعضها ببيبتايد بونز، لذلك نسميها بيبتايدز. Again هنا أمينو أسيد نمبر 1 هذا الكربون سي تيرمينال مرتبط بالان تيرمينال من أمينو أسيد 2، وهذا السي تيرمينال مال نمبر 2 مرتبط بالان تيرمينال مال نمبر 3، and هذا مرتبط بالان تيرمينال مال نمبر 4. صار عندنا بولي بيبتايد تشين اللي هي البروتينز. شوفوا هذا مثال آخر أعقد بعد، ليش؟ لأن هذا جتي بعد أكو أنواع من الأمينو أسيدز الحلقية. شوفوا هذا تريبتوفان، شوفوا هذا ثريونين، هذا تايروسين، وهكذا. هذه هسه مثال على شلون تبدي تتركب كلها واحدة بالله، واحد يجي منها والله يجي منها ويرتبطون with a polypeptide chain، يكونون بولي بيبتايد تشين. انا هاي الصوره طلعتها من النت وحبيتها. وهم مثل ما قلنا البولي بيبتايد شنو هو؟ A peptide of more than 50 amino acids. The amino terminal of the polypeptide is the beginning of the sequence. Okay, راح يبدي من amino terminal. The sequence is written starting with the residue at the amino terminal and ending at the carboxyl terminal residue.
for this example هاي يقول لك بدينا بالأمينو تيرمينال ياهو أول واحد أمينو أني يعني هذا الأمينو تيرمينال بدينا بيه ارتبط ويا من ويا هذا وهكذا أكمل هذا مال واحد آخر وهكذا. I hope that was nice and easy for you. أني كلش استمتعت.